رحمه الله وبركاته مسحات كورونا للنواب استعدادا لجلسه الثلاثاء توافد عدد من النواب الى مجلس الامه لاجراء المساحات الطبيه الخاصه بفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكانت الامانه العامه اخطرت النواب من خلال رساله نصيه باجراء مسحات طبيه امس للتاكد من خلوهم من الفيروس وذكرت الرسالة انه بناء على دعوه رئيس مجلس الامه لعقد جلسه مجلس الامه العادية الثلاثاء والأربعاء فإنه سيجري اخذ المسحات الطبية للنواب للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا.